اكتظاظ هلع وانفعال. موجة كورونا هذه المرة ليست كسابقاتها. فبمستشفى النجمة بوهران المخصص لمرضى كوفيد 19 وقفنا على وضع حرج. الأسرة متشبعة، الأكسجين لا يكفي طاقة الاستيعابية للمستشفى، والجيش الأبيض يحذر من الأسوأ. يعني وصلنا في واحد يعني في واحد لاغارد، يعني ما قديناش نستقبلوا لي مرض، يعني حبسنا تماما استقبال المرضى، حتى يعني الاكسجين لو كان يجوا الناس يعني الاكسجين غادي يكمل، يعني ما قديناش ما كاش حلول. الكورونا المتحور دلتا اكثر فتكا وسهل الانتقال والعدوى بين الاشخاص، فلا مسنون ولا شباب سلموا منه. ومع التزايد اليومي لعدد الإصابات زاد الطلب على عبوات الأكسجين أكثر من المعتاد. هذا المتحور راه جد خطير، حنا رانا في الميدان ورانا نشوفوا الحالات اللي راهي تتوافد على المستشفى، حالات تحتاج إلى الأكسجين بنسب عالية. لك عندك عبوة ربما في ربع ساعة 20 دقيقة راهي تفرغ. الوضعية الوبائية الحالية الحرجة تتطلب من المواطن أخذ كافة التدابير الوقائية، وكذا التوجه المكثف نحو التلقيح الذي يعد الحل الوحيد للخروج من الأزمة الصحية في الوقت الحالي.